أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ربيع القلوب في نسخته الثالثة على قناة حضرموت الفضائية. مشاهدين الكرام، حفظة كتاب الله تعالى دوما وفي كل ليلة يشنفون أسماعنا الظمأة لنرتشف من أفواههم كلام الله عز وجل غضا طريا كما أنزل، فبشر لهم قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، فليرتقوا بتلاواتهم في الدنيا ليرتقوا بها في الآخرة، مصداقا لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، صلى الله على سيدنا محمد. مشاهدين الكرام، نجدد الترحيب بكم، واسمحوا لي باسمكم أن أرحب بأعضاء لجنة التحكيم فضيلة الشيخ العبد بن سالم باخميس. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. حياك الله. حياكم الله. وفضيلة الشيخ عبد الله رجب باصديق. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حياك الله. حياك الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ سعيد بن محمد باجريدي. أهلا وسهلا. حياكم الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين. الآن مشاهدينا الكرام، دعونا نستقبل المشاركات معنا في هذه الحلقة من المرحلة الثانية. سنتعرف عليهن سويا لكن بعد هذا الفاصل. عدنا إليكم من جديد بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام، واستقبلنا قبل ثوان المشاركات معنا في هذه الحلقة. سيكون معنا في هذه الليلة المتسابقة نزهة عمر بادريس من مديرية غيل بوزير، والمتسابقة مديحة عبد الحميد مهيدي من مديرية تريم، والمتسابقة سامية يسلم بن عبيدون من مديرية تريم أيضا. نبارك لهن وصولهن إلى هذه المرحلة، المرحلة الثانية، ونتمنى لهن التوفيق في المراحل القادمة بإذن الله تعالى. الآن مشاهدين الكرام، دعونا ننتقل مباشرة إلى لجنة التحكيم للبدء بطرح الأسئلة على المتسابقات معنا في هذه الليلة الرمضانية المباركة. نرحب بالمتسابقات معنا في هذه الليلة. المتسابقة الأولى نزهة عمر بادريس، لك الاختيار في السؤال. ثلاثة. السؤال الثالث، اقرأي من قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. أحسنت، بارك الله فيك. بارك الله فيك الأخت نزهة على هذه التلاوة الطيبة. وننتقل إلى المتسابقة مديحة، اختاري لك سؤال. رقم 12، رقم 12، اقرأي علينا من سورة الإسراء. ولقد كرمنا بني آدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به ثم لا تجد به يا مديحة أعيد لها مرة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أعيدي مرة ثانية. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. بارك الله فيك، أحسنتي ما شاء الله. المتسابقة سامية يسلم بن عبيدون، اختاري لك سؤالا. الرقم 17، السؤال 17، السؤال الأول من هذا السؤال، اقرأي من سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. أحسنت بارك الله فيك. صدق الله العظيم، استمعنا وإياكم إلى تلاوات المتسابقات معنا في هذه الليلة. الآن دعونا ننتقل إلى لجنة التحكيم لأخذ ملاحظاتهم على هذه التلاوات. الملاحظات على المتسابقات كما يلي: المتسابقة نزهة عمر بادريس، يا نزهة انتبهي لرفع الصوت ضروري عشان اللجنة تريد أن تسمع الحروف واضحة جدا، لا تجعلي الصوت مخفوضا، انتبهي. السؤال الثاني جاي معانا، انتبهي، لابد أن يكون الصوت واضح حتى تكون الأمور واضحة مع اللجنة. أما مديحة عبد الحميد مهيدي فإن اللجنة تقدم الشكر صراحة، يعني ما شاء الله واضحة المخارج، لكن هناك ملاحظة بسيطة جدا لتفتري علينا غيره، قرأتي غيره، يعني شيء من تفخيم الهاء عند الوقف فقط، لكن بقية الحروف واضحة جدا، السامع واضح يسمع، هذا الذي نريده من أخواتنا. المتسابقة سامية إسلام بن عبيدون لا ترى عليها شيء، ولكن أيضا نطالب أيضا بإيضاح الصوت حتى نتمكن من طرح الملاحظات جيدا. وفق الله الجميع لما فيه الخير. اللهم امين، جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نفع الله بك. هكذا مشاهدينا الكرام، اورد لنا فضيلة الشيخ العبد بن سالم باخميس ابرز الملاحظات على تلاوات المتسابقات معنا في هذه الليلة. لم يتبقى لنا الا طرح السؤال الثاني على المتسابقات معنا، لكن سنتوقف لحظات مع هذا الفاصل، بعده نعود، فابقوا معنا.
عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، نجدد الترحيب بالمتسابقات معنا في هذه الحلقة. المتسابقة نزهة عمر بادريس من مديرية غيل باوزير، والمتسابقة مديحة عبد الحميد مهيدي من مديرية تريم، والمتسابقة سامية يسلم بن عبيدون من مديرية تريم أيضا. نتمنى لهن التوفيق. الآن نتوجه إلى لجنة التحكيم لطرح السؤال الثاني والأخير على المتسابقات معنا في هذه الحلقة. السؤال الثاني، المتسابقة نزهة عمر بادريس، اقرأي من قول الله تعالى في سورة الفتح: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. أعيد، وإن تتولوا يعذبكم عذابا ويعذبكم وإن تتولوا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. حسن، بارك الله فيك. بارك الله فيك الأخت نزهة على هذه التلاوة الطيبة. ننتقل إلى المتسابقة مديحة، ونود أن نسمع منها من قول الله تبارك وتعالى في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل أعيدي مرة ثانية كيف
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار. أعيد انتبهي. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. أحسنت بارك الله فيك. متسابقة سامي يسلم بعمدون اقرأي من قول الله سبحانه وتعالى من سورة إبراهيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. أحسنت بارك الله فيك. صدق الله العظيم. استمتعنا وإياكم مشاهدين الكرام بهذه التلاوات المقدمة من قبل المتسابقات معنا في هذه الحلقة وفي هذه الليلة المباركة. الآن دعونا نتوقف لحظات مع هذا الفاصل لنعود بعده لمعرفة نتائج هذه الحلقة، فابقوا معنا. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لمعرفة نتائج هذه الحلقة من المرحلة الثانية، حيث سيتأهل الفائز من هذه الحلقة إلى المرحلة الثالثة، حيث تعتبر من المراحل المتقدمة من عمر هذا البرنامج. الآن دعونا ننتقل إلى لجنة التحكيم لعرض نتائج هذه الليلة. النتيجة النهائية لهذه الليلة على النحو التالي: المتسابقة نزهة عمر بادريس فقد حصلت في الحفظ والتلاوة على 98 درجة، والمتسابقة مديحة عبد الحميد مهيدي حصلت على 97 درجة في الحفظ والتلاوة، والمتسابقة سامية يسلم بن عبيدون حصلت في الحفظ والتلاوة على 100 درجة. يسر الله لكنا ونفع الله بكل. اللهم آمين، وبك نفع أيضا فضيلة الشيخ. هكذا مشاهدين الكرام أتت نتائج هذه الحلقة. المنافسة شديدة جدا جدا بين المتسابقات في هذه الليلة. نبارك للمتأهلتين معنا، المتسابقة سامية يسلم بن عبيدون من مديرية تريم، والمتسابقة نزهة عمر بادريس من مديرية غيل باوزير. كما أيضا لا ننسى نشكر المتسابقة مديحة عبد الحميد مهيدي من مديرية تريم على هذه المنافسة المتميزة التي خاضتها في هذه الحلقة. وبهذا الإعلان مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. غدا بإذن الله تعالى يجمعنا معكم لقاء آخر. إلى الملتقى، نترككم في حفظ الله ورعايته. أنت الربيع يا حاوي الذكر البديع، جاء الجميع يتدارسون فضائله، طب القلوب يا مرهما يشفي الكروب، عبر الدروب هيا بنا نتأمله. غرد يا صاح رتل مساء أو صباح، تلقى انشراح تغشاك خير جمائله، نادوا الرفاق في
في حفظه نجري سباق، فالود باق فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله.